والله فوزا عظيما. أرى عمري مؤذنا بالذهاب، تمر ليالي مر السحاب، فمن لي إذا حان من الحمام، ولم أستطع منه دفعا لما بي، ومن لي إذا صرت فوق السرير، وشيل سريري فوق الرقاب. الله أكبر. ليلة الجمعة. ومن لي إذا آب أهل الوداد عني، وقد يئسوا من يابي، ومن لي إذا ما غشان الظلام، وأمسيت في ظلمة واغترابي. الله أكبر. ومن لي إذا ما غشان الظلام، القاب الكل راحوا، ومن لي إذا ما غشان الظلام، وأمسيت في ظلمة واغترابي، ومن لي إذا منكر جد في سؤالي وأذهلني عن جوابي. الله أكبر. جاء منكر والنكير، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ما قبلتك؟ الله أكبر. ما كتابك؟ من إمامك؟ أقدر أجاوب أو لا؟ ومن لي إذا منكر جد في سؤالي وأذهلني عن جوابي، ومن لي الله أكبر، ومن لي إذا قام يوم النشور وقمت بلا حجة للحساب، ومن لي إذا امتازت الفرقتان أهل النعيم وأهل العذاب، فكيف يعاملني ذو الجلال؟ فكيف يعاملني ذو الجلال؟ ولم أدري كيف يكون انقلابي، أبي اللطف وهو الغفور الرحيم، أم العاد وهو شديد العذاب؟ الله أكبر. أبي اللطف وهو الغفور الرحيم، أم العاد وهو شديد العقاب؟ لكن يقول السيد يوم القيامة: عندي أمل، فهل تحرق النار عينا بكى لرزء القتيل بسيف الضباب؟
سيف الضبابي بعد وهل تحرق النار رجلا مشت. وينهم الكربلائيين؟ وينهم الاربعينيين؟ ها تريد تاخذ اربعين زيارتك الليلة ليلة الجمعة؟ ها قبل العاشر اول ليلة جمعة من محل شهر محرم، اول ليلة جمعة بعد قبل العاشر زيارة الحسين، اخذ زيارة سيد الشهداء. فهل تحرق النار رجلا مشت الى حرم من وسام القبابي، وهل تحرق النار قلبا اذيب بلوعة نيران تلك المصابي المصابي المصابي. وسيلة وسيلة وسيلة، احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، وكت الدمع لمصابة وسيلة، اريد اصلع قبره والله اريد اصل لعد قبره وسيله وسيله. شلون انهضمت سكينة ورقية والله شلون انهضمت سكينة ورقية. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك من قلبك. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه. ليلة الجمعة نيابة عن الأموات اللي لهم حق علينا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي أبي الفضل العباس وأختي الحوراء زينب الكبرى وعلى سائر المستشهدين بين يدي وفي نصرته، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وبعد، فقد قال الحكيم جل جلاله العظيم في محكم كتابه الكريم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح ثم اهتدى. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اهداني إليه وإلى جده أبي عبد الله الحسين وإلى جده الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، صلوا على محمد وآل محمد. رحم الله من أعادها ثانيا. إهدان إلى الزهراء الثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحب الله من أحب حسينا. الظاهر ما نلحق نبين المعنى الثاني، ما أدري بعد نشوف الليلتين اللي عدنا. أحب الله من أحب حسينا، إما أحب الله من أحب حسينا، أو أحب الله من أحب حسينا، اللي المعنيين. الله تبارك وتعالى، السؤال هذا الله تبارك وتعالى لماذا يحب من يحب الحسين؟ شنو السبب؟ شنو الحكمة؟ شنو حكمة هذا الحكيم، حكيم على الإطلاق، الذي لا يفعل القبيح ولا يدخل فيه شائبة تدخل فيه شائبة الجهل؟ الله تبارك وتعالى يحب من يحب الحسين. بعد ذكرنا بعض المطالب ليالي السابقة، خلينا نكمل. إخواني أكو آية بالقرآن، أكو آية بالقرآن، هذه الآية واحد من الإخوة قال رحت زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، فواحد قال لي شنو عندكم دليل أنتم على عقيدتكم؟ أنتم الجعفريين، أنتم العلويين، أنتم ما شئت فعبر، أنتم الرافضيين، شنو دليل؟ قال أنا كنت سامع هذه الآية. قلت له أكو آية بالقرآن الله سبحانه وتعالى يقول، طبعا أنا أذكر هذه القضية، الروايات الكثيرة في الآية الشريفة كثيرة، أنا بدأت بهذه القضية. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. آية كاملة، اقرأ الآية من أولها إلى آخرها. وإني أولا ليلة الجمعة الآن ليلة المغفرة، وإني لغفار، ونحن نريد غفارية رب العالمين. وإني لغفار لمن تاب، أول هذا أول جزء إن شاء الله ليلة الجمعة الله يوفقنا، لمن تاب ثاني، وآمن، مع التوبة لازم يكون عندك إيمان، آمن الثالث، وعمل صالحا، كافي بعد أنا أذكر إذن ثلاثة، تاب آمن عمل صالحا، شو تريد بعد؟ مطلب بعد كامل، التوبة يجي عمل صالح، ما أكو إيمان، هم أكو آمنوا وعملوا الصالحات يتوبون إلى الله، ما تابوا مثلا. ليش تتم يقول ثم اهتدى؟ بثم، ثم العاطف مع التراخي، يعني أكو شيء من بعد الشيء، كأنه شيء مهم شوية من بعيد لازم تنظر إليه، مثل شلون بالآية الشريفة يقول ذلك الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ليش ذلك أخو؟ هذا الكتاب. ليش ذلك؟ قرآن، قرآن يمنه، هذا الكتاب. ليش ذلك؟ هناك يقولون بأنه في اللغة العربية في الفصاحة والبلاغة ذلك إشارة إلى البعيد التعظيم، ذاك، ذاك الرادود، ذاك المفروض أخلاق تشوف بهذا الشخص، ذاك. احنا عندنا تعبير مرات هميتش نعبر، الإشارة إلى البعيد للتعظيم. هنا يقول إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ثم العطف مع التراخي، يعني مع فاصلة، كأن أكو شيء لازم تدقق عليه من بعيد، ثم اهتدى. السؤال أنه أنت إذا تقول التوبة والإيمان والعمل الصالح والإيمان، هذا الرابع، الشرط الرابع شنو؟ لازم نسأل من صاحب الكتاب، لازم نسأل من صاحب القرآن، أنه شنو قصدك من ثم اهتدى؟ شنو قصدك؟ يقول قلت له بأنه شنو المقصود ثم اهتدى إلى شنو؟ إذا هذا التوبة عنده، إيمان عنده، عمل صالح عنده، هو الاهتداء شنو؟ إذا تقول لي رب العالمين أقول لك في الإيمان، إذا ما يعتقد رب العالمين هو إيمان ما عنده، شلون أقول آمنة؟ إذا تقول رسول الله صلى الله عليه وآله، بلا شك إحنا قلنا
أمس قبل ليلتين ذكرنا لا إله إلا الله من غير الشهادة برسول الله صلى الله عليه وآله ما تفيد هاي الكلمة، لازم مع شهادة، مع الشهادة مو إيمان. الإسلام ما شئت فعبر، الإسلام والإيمان وغير ذلك لازم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أكو نقطة اللي أكو جماعة إيمان عندهم، عمل صالح عندهم، التوبة عندهم، لكن اهتداء ماكو. الاهتداء إشارة إلى شنو؟ كتلة وقف. قال خو إشارة إلى شنو؟ كتلة إشارة إلى ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال ها؟ قلت له ها؟ نعم. منو قايل؟ قلت له روح اخرى تفاسيركم. وقف على شو يقول؟ ولازم اجيب التفاسير حتى اشوف. هذا ادعاء ادعاء ادعاء. ماكو؟ ماكو، روح شوف ابو التفاسير، واكو تفسير. المشكلة العظمى أنه مرات الإنسان يتبع الجهل وما يدري. ليلة من الليالي خصصت المجلس قلت يا جماعة يا مؤمنين أحب الله من أحب حسين حديث رسول الله، إذا ما تعتقد بحديث رسول الله لا تجي لا تناقشني، أنا ما أناقش مع اللي ما يعتقد بحديث رسول الله، اللي ما يحترم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ما أناقشه. ليش من البداية أنا أضيع وقتي؟ يقول لي بس القرآن، هذا تجاسر على رسول الله صلى الله عليه وآله، تجاسر على سنة رسول الله. مسجد قباء خادمكم، أنا كنت موجود مسجد قباء، رحت للمدينة مسجد قباء صلاة المغرب، إمام الجماعة من بعد صلاة المغرب في مسجد قباء صعد على المنبر على الكرسي جعل يتكلم، من أول كلمتي في المدينة في نص المدينة من أول كلامه إلى آخر كلامه يشجع الناس يهيج الناس لأن يتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا واضح، كل مؤمن يقبل ذلك، كل مسلم يقبل ذلك، أي فرقة من فرق المسلمين يعتقدون بذلك ويتمسكون بذلك. ليش من وصل إلى الاستدلال في الأمور العقائدية بس القرآن؟ ليش بس القرآن؟ لا الأحاديث كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله، هي المعدنا احنا إذا بهالكيفية يا جماعة، يعني تردون تقولون أنه كتب أحاديث رسول الله نوديها نخليها على كتب؟ لا، في الفقه نستفيد من أحاديث رسول الله، ليش في الفقه نستفيد في غير الفقه ما نستفيد؟ شنو السبب؟ شنو التوجيه؟ بعدين احنا عندنا قانون في قضية سنة رسول الله، عندنا أصول. احنا اتهموا علماءنا الأصولية بأن أصوليين من الشيعة أخذوا أصولهم من أبناء من أهل السنة. بعدين شنو صار؟ أصول ماكو، علم الأصول ماكو، علم التوجه، علم معرفة الـ كلام رسول الله، كيفية الاستنباط من كلام من القرآن ومن السنة، من القرآن ومن السنة. سنة رسول الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أحب الله من أحب حسينا، لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر العلائلي يقول بأنه رسول الله في السجدة أقرب حالة إلى الله تبارك وتعالى يتوجه إلى الحسين سلام الله عليه، لماذا؟ شنو ميزة الحسين؟ الحسين ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله كان يحب الحسين، شيء طبيعي يحب الحسين، ويقول أنه أن بمحبة الحسين أنا ابني، يا جماعة تعالوا أحبوا ابني، بس هذا خلاص. إذا قلت لي هالكلام أنا أجاوبك بالقرآن، أقول لك كلامك لكنة كلامك ما تناسب القرآن. ليش؟ لأن القرآن يقول قال نوح
نوح خاطب رب العالمين. أنا أحب أقرأ الآية الشريفة من القرآن، فأدنا بعد الآليات موجودة اللي نطلع الآية بسرعة من القرآن، هطلع الآية وأقرأ القرآن بشرط إن ساعدوني بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورة هود، صلوا على محمد وآل محمد. ليلة القدر. ويصنع الفلك، سورة هود الآية 38، ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه. هذه من الآيات الدرر، الآيات آيات القرآن كلها درة، بس هذه الآية. ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه. إخواني أعزائي، لا نسخر بالأمور الإلهية الربانية حتى لو لم تستوعبه عقولنا. لا تسخر، ممكن أنا ما أدري، شيء ديني، شيء إلهي، مرتبط بالدين، مرتبط بالحسين، مرتبط بأهل البيت، لا نسخر به. ويصنع الفلك. أنا أسألكم سؤال بالله عليكم، الآن أكو بحر، إذا فرد واحد يروح فرد منطقة 1000 كيلومتر بعيدة عن البحر، لا نهار، لا ماي، لا شيء، لا هذا، يروح يجيب لأحسن خشبة، ما أدري روس الظاهر أكو خشب خوش خشب عندهم، يجيب أحسن خشب من الروس، يجيب أحسن مسمار، والخشب شنو من خشب، يسوي له مو سفينة أكبر من السفينة، أكو شيء هذا سفينة كذائية، فرد سفينة كل يوم مشغول يدك، انت ما تروح تقول له سلام عليكم الله يساعدك، عفوا المن تريد هاي السفينة، وين تودي هاي السفينة؟ ها؟ انت مو تتصور تتخيل انه سخروا من جماعة، هذول مجانين، ما كانوا هذا، ما كانوا يعرفون الشيء، وحقد وبغض عندهم لنوح، فكانوا يقولون عوفة، لا حبيبي، لا أنا أصور لك الوضع، ممكن إذا واحد عادي طبيعي يروح وياهم هم يصدق، حدير بالك تصدق أي كلام، خو أنت لا ماي، لا بحر، لا شيء، قل ليش تسوي سفينة؟ بعدين شنو من سفينة؟ من كل زوجين اثنين، ها؟ من كل حيوان، كل كذا، ايش قد هذه السفينة لازم تكون كبيرة؟ بعدين بيني وبينكم اخواني، العدد اللي في زمن نوح، الإحصائية اللي حسب التاريخ وحسب المحتملات التاريخية من الأمور التاريخية اللي قايلين، ممكن عدد البشر في زمن نوح 100,000 كانوا قريب لآدم، بعد أولاد آدم وكذا وأحفاد وغير ذلك، من وصل إلى نوح حوالي 100,000. أنت قول 100,000 كلهم، وبعد هذا طوفان على الكل، بعد طوفان على الكل، كل البشر كلهم راحوا إلا اللي في، حتى الكعبة هدمت الكعبة في طوفان نوح، هذا واضح، إبراهيم ليش بنى الكعبة؟ يعني في طوفان نوح الكعبة انهدمت كلنا، ونوح يخاطب الكل، ما يصير نوح يجي في منطقة يقول لهم ترى يا جماعة اكو طوفان، هذولاك اللي في ذيش المنطقة شنو ذنبهم، ولازم يخاطب الكل، حوالي 100,000، إذا واحد يريد ينادي يقول يا جماعة تعالوا، شنو من سفينة لازم يسوي هذا الشخص؟ قول مو 100,000، 50,000 لازم يجون، يكون عنده خاف جو، خاف اجوا مره واحده، قالوا احنا نصير هالمره مؤمنين، شو نسوي؟
خاف النوح يقول لهم كل مرة يسخرون من خاف ذاك اليوم قال لهم تعالوا للسفينة وأكو مطر وأكو طوفان خاف كلهم يجوا. سفينة نوح شيء خيالي. من سوى السفينة طبقات، يعني الآن متحيرين في هندسة سفينة نوح شلون هذا. طبعا مو متحيرين، أنا ما متحير. ليش؟ لأن هذا نبي الله وعلمه مما من الله. لا إله إلا الله، هذا السيد إيش فيه من غصن إلى غصن. إجا ببالي نقطة، إجت نقطة عقائدية دقيقة أبين وأرجع إن شاء الله إلى الآيات. أقرأ الآيات إخواني. لما نقول تسليم لرسول الله ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لماذا؟ ليش؟ التسليم المحض. تروح توقف عند باب سيد الشهداء وتقول عبدك وابن عبديك المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم. هذا في إذن الدخول لسيد الشهداء سلام الله عليه. المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم. ليش؟ المسألة عاطفة. احنا عاطفة صرفة ما عندنا، ما ادري بهالمجلس او المجلس السابق ذكرت العقل والعاطفة مع بعض. العامل موضوع كان هذا الموضوع في هذا المجلس. نحن في الامور الدينية الإلهية القرآن والروايات وأهل البيت والمعاجز والفضائل وغير ذلك، العقل والعاطفة مع بعض اثنيناتهم. أنا أقول المقر بالرق والتارك للخلاف. المقر الرق تدرون شنو الرقية؟ رقية يعني عبودية، مو عبودية. سبحان الله، تعبير رق. الرق مال منو؟ مال عبيد وإماء اللي بزمن رسول الله صلى الله عليه وآله كان، حتى لا يعترضون. الآن يسمع واحد كلام يقول انظر انظر إلى هذا كذا يدعي العبودية للحسين. لا لا لا، المقرب الرق والتارك للخلاف عليكم. تفسير الرقية لماذا؟ مختصر أبين، لأن لازم أرجع عندي كلام. إخواني أعزائي، نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، عالم بكل شيء، عالم بكل علم، كل علم في العالم، في العالم عند الله تبارك وتعالى. هذا تقبلونه وما تقبلونه؟ يعني علم الطب، علم الهندسة، علم البناء، علم الأفرض مثلا نجوم فلك، علم ما شئت فعبر، قول العلوم، علم الكمبيوتر، علم في العالم، أي علم اللي أنتم بجامعيين وتدرونه، أي علم الله تبارك وتعالى يعلم هذا العلم أو ما يعلم. عندنا روايات متواترة. أنا شيعي أتكلم وأنا أتبع الأدلة القطعية اليقينية الشيعية، وتتوقع مني أن أبين على المنبر؟ لا، أجي أنقل لك روايات المخالفين هنا. المسألة مو قضية أنه لا لا لا، أنا أعتقد برواياتنا، في رواياتنا شبه التواتر، أن رسول الله وأهل البيت 14 معصوم سلام الله عليهم أجمعين قلوبهم خزينة لعلم الله في سمائه وأرضه. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسألك بالله عليك، أكو بينكم اللي في 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 الجامعة شو يقولون؟ فرع يقولون؟ شنو يقولون؟ شعبة شنو؟ الكلية؟ لا، كل أفرض كمبيوتر كذا وهذا شو يسمونه؟ تخصص. واحد تخصص كمبيوتر، واحد طيب، واحد أفرض مثلا صيدلية أدوية، واحد في الأسنان، واحد في كذا. أسألكم يا شباب يا مؤمنين، كل واحد تخصصك رسول الله صلى الله عليه وآله عالم بتخصصك أو لا؟ وإذا عالم ليش أنا ما أسلم تسليم له؟ أنت عبالك سيد بهج جزائري صاير
مثلا قدوة للناس وحجة الإسلام والمسلمين؟ صدق صدقت؟ لا حبيبي يا حجة، لا الإسلام لا مسلمين. حجة الإسلام والمسلمين مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرفت؟ سوى السفينة. شلون سوى السفينة؟ حبيبي النبي من أنبياء الله، كل شيء يعلم. هندسة ما يعرف يعني يسويه. وعدنا احنا في علم الكلام عدنا انه ما خلوا اهل البيت ان يبينون الفضائل. روح طب اهل البيت، شو انظر الى طب اهل البيت، شو مسوي الان في العالم؟ وعندي اخبار ادلة غير ذلك. ذاك المجلس انا ذكرت الليلة، انا ما مود ابي انه اقرأ الجرائد على المنبر. لو اريد اقرأ الجرائد صدقني من اول منبر الى اخر منبر اقرأ لك جريدة وخبر كذا، اخبار مربوطة مرتبطة باهل البيت اقرأ لك، بس ما اريد اقرا جريده. لان وراي مسؤوليه عند الله، لازم اقرا حديث كلام محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاخبار اللي توصل لنا، وانتم ممكن تدرون في الجامعات الغربيه، في الجامعات الغير غربيه، ايش قد جاي يستفيدون من حديث اهل البيت، ايش قد جاي يستفيدون من حديث الطيب، ايش كلكم ممكن تدرون، كل واحد حسب تخصصه. جابر ابن حيان شكل ما أدري شنو سوى السفينة نوح، ويصنع الفلك كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه من القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. شو نسوي؟ ما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال نوح ولدي لا عاصم اليوم من أمر الله، وين الجبل شنو؟ ولا يمكن الفرار من حكومتك. وين نروح يا شباب؟ وين رايحين احنا؟ هم بين القوسين لحظة، شوف الله تبارك وتعالى لون صبغة الله، ايش قد هاي الصبغة بحياتك؟ خلنا ننظر، أنا أنظر إلى حياتي وأنت انظر إلى حياتك، انظر إلى حياتي. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. من كان من المغرقين؟ ابن نوح. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ونادى نوح ربه من بعد المغرقين، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ابني راح، أبو العقل والعاطفة مع بعض، يجي يقول لي أنت علي الأكبر خراح إلى الجنة الكوثر، خل ليش تبكي؟ خو قاسم بن الحسن أحلى من العسل، خراح عند أبيه الإمام الحسن، خل ليش تبكي؟ ومع الأسف الشديد، مع كمال الجرأة، تجري على الله وعلى رسول الله وعلى أهل البيت، يجي يقول أنت المفروض تفرح للحسين اللي راح وصل إلى درجات الشهادة، درجات الإلهية. العقل والعاطفة، إذا نفرح ليش رسول الله بكى؟ ليش؟ إذا نفرح ليش سيد الشهداء بكى؟ أساساً شنو يعني؟ أدري أنا أفرض مثلاً عالم جليل عظيم مؤمن متدين توفى
وأدري أعلم أنا أدري من أعماله من صدقه وهذا أدري بالجنة، أحزن وما أحزن. رسول الله صلى الله عليه وآله في وفاة إبراهيم قال القلب يحزن واللسان لا يقول ما يقصد الرب، ما يسخط الرب، شنو المشكلة؟ لازم أبكي، لازم أبكي. والحسين أقرب الناس إلي، هو الحسين أقرب إلي من أخوي، هو الحسين أقرب. وين أخوي؟ وين الحسين؟ وين أخوي؟ وين قاسم بن الحسن؟ وين أخوي؟ وين علي الأكبر؟ بأبي أنت وأمي وأهلي ومالي وأسرتي كلهم فدا، فدا للشعر من شعر مولاي قاسم بن الحسن. وين أنا؟ منو أهلي؟ منو؟ لازم أحزن لقاسم بن الحسن، ما أقدر، لا اختيار. هذا هذا يلي تناشدني علي من تهمل العين، كل البكاء والنوح والحسرة على حسين. يا أبا عبد الله حبه خل اقرأ. يلي تناشدني علي من تهمل العين، لا طفي لا طفي لا طفي، كل البكاء والنوح والحسرة على حسين. هالأبيات قراها مرحوم شيخ هادي في حرم الحسين سلام الله عليه. حبه بقلبي وتظهره بصابها دموعي، مجبول في حبه ولا شوفه بطاعي، والله يا ريت قبل ضلوعه انرضت ضلوع، ومن قبل خدت عفريات مني الخدات. حبيبي مجبول في حبه ولا اشوفه بطاعي، مجبول مو مجبور، مجبول جبلنا خلقنا فطرنا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. أول سفرة اللي الله وفقني بعد السقوط رحت للزيارة، كلمة بداية زيارة الوارث، أول شيء تريد تقرأ إذن الدخول وتدخل. أنا بصعوبة حصلت حرم سيد الشهداء لأن وحدي رحت نص الليل ساعة ثنتين رحت، ما أدري أول مرة اللي بكربلة ما حد وياي وما جاي، ما أدري المكان ما أدري شلون. وتدري بعد منزل راسي وأفكر أنا بكربلة، افتريت حول حرم أبو الفضل العباس وما أدري وين حرم سيد الشهداء وين أروح. فشلت راسي الله أكبر بين الحرمين شفت حرم سيد الشهداء، قلت لهم ليش الباب مسدود؟ أول شيء كانوا يسكرون باب حرم أبو الفضل بالليل مو للصبح، فقلت لهم الباب مسدود، قالوا حرم الحسين مفتوح روح هناك. رحت أخذت المفاتيح عند الباب فتحت أقرأ زيارة الوارث، بعد زيارة الوارث اخواني ترى مو صعب، زيارة عاشوراء زيارة وارث اذن الزيارات، روحوا روحوا ان شاء الله تعرفون، ان شاء الله تدلون تعرفون وتدلون بالمفاتيح مفاتيح. روح اقرا ليلة الجمعة، ليش ليالي الجمعة كلها بالقعدات وبالقهوة وبالكذا؟ خلي لك ربع ساعة زيارة عاشوراء اقرا وروح على شغلك ما يخالف، روح بس خلي لك لحظات لمولاك الحسين، خلي لحظات لربك 10 مرات. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صلي على محمد وآله خير الوراثة، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اقرأ وبعدين نروح للقهوة، ما يكون إن شاء الله بدون ذنوب معاصي، ما غيبة الناس لا يكون، ماكو مشكلة، قعدة الشباب يردون يقعدون عادي ماكو مشكلة، بس شوي خلي وقت للحسين ليلة الجمعة. على أي حال مجبول في حبه وصلت حرم سيدي الشهداء سلام الله عليه زيارة وارث، أول زيارة وارث افتح المفاتيح تشوف، أول زيارة وارث تقول
الحمد لله الذي هدانا لهذا. أول زيارة وارث، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حوالي ما أدري ربع ساعة 20 دقيقة كنت واقف عند حرم السيد الشهداء بهالكلمة. ليش؟ لأن أول مرة اللي جاي كربلاء، إحنا حتى بالطيف ما كنا نشوف يوم يجي يوم اللي نروح كربلاء، ونقعد بالمجالس ونبكي ونقول يعني يصير إحنا نجي لكربلاء. بس إتشي بالفارسي أكو هالبيت قريته في بعض المجالس: برمشام أمي رسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. تشنه آب فراتم ای اجل، مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا. الله اکبر. بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، یعنی کل لحظه على مشامی اشتم ریحت کربلا. بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا، اخاف بیجی یوم اموت و ما شایف حرم الحسین. تشنه آب فراتم ای اجل، مهلت بده. يخاطب الأجل: يا أجل أخاف أموت، أنا عطشان على ماء الفرات، أريد أشرب من الفرات، اعطيني مهلة تا بقيرم دربغ القبر شهيد كربلاء، أتوفق أروح الكربلاء مرة واحدة، أخذ ضريح الحسين وأحضن ضريح الحسين وبعدين أموت ما يخالف. ورحنا وصلنا، الله أكبر، الحمد الشاهد، خل أرجع، الحمد لله. هالليلة ليلة الجمعة إخواني، أغلبكم شباب، وأنا ساهر الشباب اللي المجلس يطول أعتذر من الإخوة، إذا أحد عنده التزام شيء يقدر يروح، أنا أبدا ماكو، أنا ما أتأذى، مو ما أتأذى، بالعكس أفرح اللي لا تتقيدون مع المجلس حتى أكون مرتاح. و آخرين هم أي مشكلة ماكو، بشكل اللي أحد لا يتأذى، فإذا أحد ملتزم حتى أنا أخذ راحتي شوية في بعض الكلمات وأتوسل إن شاء الله. فعلى أي حال نرجع إلى أحب الله من أحب حسينا. إذا أنت قلت لي أحب الله من أحب حسينا لأن الحسين ابن رسول الله، أنا أجاوبك بابن نوح. الملاك إذا بس ابن رسول الله صلى الله عليه وآله فقط. خب القرآن يقول ابن نوح، الابنية إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. بعدين المسألة مو حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، مو المسألة ابن رسول الله. ليش الله يحب من يحب الحسين؟ العمل عمل منه، عمل الله تبارك وتعالى، الفعل فعل من؟ فعل الله تبارك وتعالى. لماذا الكلام كان الجواب عن هذا السؤال؟ أمس ذكرنا كم ليلة، طبعا ذكرت بعض الجوانب، والليالي مسلسلة، يعني المطالب مسلسلة أكيد، يعني إذا واحد يريد يستفيد كامل من المطالب لازم الليالي السابقة يسمع المحاضرات والكلمات. وصلنا إلى هذه المرحلة أنه قلنا بأن هناك في الأدلة أن الله تبارك وتعالى في الأدلة الشرعية في الروايات والأحاديث أن الله لا يقبل عمل أحد ولا يتوجه إلى أحد إلا بعد أن قد قبل هذا الشخص عرف ولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا خب واضح بعد، هذا هم أمس ذكرنا والأدلة كثيرة في ذلك. ومرحوم السيد هاشم البحراني رضوان الله عليه عنده كتاب، في ما أدري الآن مو اسم الكتاب ما يحضرني لأن الكتاب مو موجود، ما عندي هنا، ما عندنا. فالكتاب فيما
في فيما يتعلق بأن الله لا يقبل بغير الولاية عمل العباد تتمت الموضوع. موضوع الكتاب هذا الموضوع، كتاب حوالي 150 صفحة تقريبا، ذكري الأدلة الروايات الواردة سيد هاشم البحراني رضوان الله عليه أن الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا إلا بولاية أهل البيت، والشاهد على ذلك هذه الآية الشريفة: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. تاب، التوبة عنده ما يخالف، آمن عمل صالحا زين، آمن ما يخالف، ثم اهتدى. اهتدى باب الافتعال، باب الافتعال في الثلاثي، ثلاثي مزيد، ثلاثي أبواب، الأبواب الثلاثي مزيد. عندنا باب الافعال، باب التفعيل، باب المفاعلة، باب الافتعال، باب الانفعال، باب التفاعل، باب الاستفعال. هذه الأبواب أبواب ثلاثي مزيد، كل باب إلى معنى. باب الافتعال المعنى الغالبي لباب الافتعال المطاوعة، قبول التأثر، قبول الأثر. اهتدى أي قبل الهداية، تأثر بالهداية، قبل أثر الهداية. كسرته فانكسر مثل باب الانفعال، هم نفس المعنى. اهتدى هديته فاهتدى، هديته فاهتدى، اهتدى قبل الهداية، اهتدى قبل أي هداية. إذا هو تاب عمل صالحا، إذا آمن، أي هداية هذه الهداية؟ راجع للروايات للآية الشريفة. اللي التوبة عمل صالح الإيمان لا يقبل إلا أن تكون هناك تتمة الاهتداء. الاهتداء شنو؟ الاهتداء إلى ولاية آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد إسماعيل الحميري مداح لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أنا ذاكر هذه القضية وأذكرها، القضية جدا قضية دقيقة ومهمة. سيد إسماعيل الحميري مادح لأمير المؤمنين سلام الله عليه روحي له الفداء، أحب الله من أحب حسينا، مداح أمير المؤمنين. والمطلب في كتابي في الجزء 47 من بحار الأنوار باب مداحيه، راجع هناك. سيد إسماعيل الحميري كان يسمع أي فضيلة من فضائل أمير المؤمنين كان ينشد شعر، والشعر الشعر فني، شاعر عظيم، شاعر قوي في الشعر، وأشعاره موجودة إلى زمان هذا. أنا عندي كتاب، كتاب أشعار سيد إسماعيل الحميري، طبعا مو كل الأشعار، كل الأشعار ما وصلت لأن زمن الإمام الصادق سلام الله عليه إلى زمننا. نعم بعض الأشعار اللي موجودة في الكتب، كان أي فضيلة يسمع لأمير المؤمنين سلام الله عليه يقولها بالشعر، يقولها بالشعر. بلي من الفضائل هذه، خل أقرأ الأبيات. ليلة الجمعة، ليلة الجمعة الشعر مكروه إلا إذا في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في فضائل أهل البيت فقهيا العلماء يفتون بأنه لا كراهة في ذلك. الله أكبر. الناس يوم الحشر لا راياتهم خمس، فمنها هالك أربع، فراية العجل وفرعونها وسامري الأمة الأشنع، وراية يقدمها أدلم عبد اللئيم لكع أكوع، وراية يقدمها حبترون للزور والبهتان قد أبدعوا، وراية يقدمها نعثل لا برد الله له مضجع، أربعة في سقر أودعوا ليس لها ليس لهم من قعرها مطلع، وراية يقدمها حيدر ووجهه كالشمس إذ تطلع. ما أقدر أقرأ بصوت عالي. غدا يلاقي المصطفى حيدر وراية الحمد له ترفع، مولى له الجنة مأمورة والنار من إجلاله تفزع،
إمام حق وله شيعة يرووا من الحوض ولم يمنعوا، بذاك جاء الوحي من ربنا يا شيعة الحق فلا تجزعوا، هذا لمن والى بني أحمد ولم يكن غيرهم يتبعوا، الحميري مادحكم لم يزال ولو يقطع إصبعون إصبعون. سيد إسماعيل يعتقد بأمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن كان كيسانيا، أيوة ويلا، يعني يعتقد بإمامة أمير المؤمنين والحسن والحسين ومحمد بن الحنفية، علي بن الحسين ماكو، محمد بن علي ماكو، جعفر بن محمد ماكو، وهو يعيش كان يعيش في زمن الإمام الصادق. وصل إلى مرحلة في مدح أمير المؤمنين، وصل إلى مرحلة اللي كل فضيلة راح دور 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 في الأقطار والأمصار في المدن والبلاد، دور أي واحد يعرف فضيلة لأمير المؤمنين سأل، هل قد كان مطمئن أنه كل الفضائل قالها بالشعر. إجا يوم من الأيام في السوق قال يا جماعة أتحداكم إذا واحد يجيب لي فضيلة أنا ما قايلها بالشعر في علي بن أبي طالب هذا فرسي الفرسي له. وفي التاريخ إجا واحد قال له سيد إسماعيل أنت، أنا عندي فضيلة، أكو فضيلة مسندا أدري عن رسول الله اللي أنت ما قايلها. قال شنو؟ قال يوم أذكر الفضيلة ليلة الجمعة ذكر علي عبادة سلام الله عليه، يقول يوم من الأيام أمير المؤمنين ما أدري في حرب غزوة كذا طالع بلد آخر في الصحراء، نزع الحذاء راد يصلي كذا غير ذلك، راد يلبس مرة ثانية روحي له الفداء حذاء نعلة، حذاء خاصف النعل سلام الله عليه، حذاء راد يلبس وإذا طير إجا وشال النعل الحذاء، تدري شوية مو مناسب يعني. أمير المؤمنين بقي حافيا، شنو صار؟ الناس انصدموا، شوية الطير راح فوق برجله غيرت شيء الحذاء، وإذا عقرب طلعت من الحذاء ووقعت العقرب رجع الطير الحذاء في مكانه لأمير المؤمنين حتى يلبس حفظا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إذا أحد يريد المصدر يذكرني إن شاء الله باكر عقب باكر، والمسجد المجلس مستمر إن شاء الله إلى ليلة 13 إن شاء الله، موجودين في خدمتكم إن شاء الله المجلس إلى ليلة 13. إذا أحد يعني يحتاج ضروري لازم يبلغني حتى أراجع المصدر وأقول لكم، يعني هالأيام أنا ما راجعت القضية والقصة، فعلى أي حال مال المطالعات مال قبل سنة أو سنتين في شهر صفر، على أي حال سيد إسماعيل بهالجرأة يجي بين الناس، أعطاه فرسه طبعا في التاريخ، أعطاه فرسه أخذ الفرس راح قال ما وعد بعد طبعا، وقال شعرا في نفس القضية، الظاهر الشعر موجود، هذا الشعر بالذات في هالقصة موجودة الأبيات. فعلى أي حال شنو صار؟ احنا قلنا أمير المؤمنين سلام الله عليه سيد إسماعيل الحميري بهالجرأة مدح أمير المؤمنين، يوم من الأيام قاعدين الإمام الصادق قاعد صار الكلام عن سيد إسماعيل الحميري وأشعاره ومدح الأمير المؤمنين، الإمام الصادق قال السيد كافر. شلون يصير الإمام جعفر بن محمد الصادق حتى الأعداء كانوا يقولون صادق ما يكذب، هذا واقع، مجرد من سمعوا أصدقاء راحوا إلى سيد إسماعيل، ترى سيد إسماعيل جعفر بن محمد قال السيد سيد إسماعيل كافر، سيد طبعا سيد مو سيد المتعارف اللي أولاد أمير المؤمنين والزهراء، سيد اسمه سيد إسماعيل، فيا سيد إسماعيل ترى جعفر بن محمد هيك قال، إجا إلى الإمام الصادق ما يعتقد بإمامة الإمام لكن يعلم هذا ابن رسول الله جعفر ابن واهب، ما حد يقدر ينكر جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، هذا واضح بعد،
وكانوا يحترمون أولاد رسول الله، احترام أولاد رسول الله، كانوا يحترمون أولاد رسول الله. بس ما أدري بكربلاء ليش تسووا، ما أدري. اجى إلى الإمام الصادق أقول وأتوسل، اجى إلى الإمام قال يا جعفر ابن محمد ابن رسول الله، أنا سمعت قايل حجة الله، قايل السيد كافر، قال عليه الصلاة والسلام وكيف لا تكون هكذا وأنت لا تعرف حجة الله عليك؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، رواية مسلمة، شيعة سنة، راوين العلامة الأمين رضوان الله عليه الراوي، غير مصادر الشيعة مصادر. من مات لا تستغرب، لا تستغرب الإمام سلام الله عليه قال 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 كافر. من مات ولم يعرف إمامه، في روايات إمامه، في روايات إمام زمانه مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. ميتة الجاهلية شنو؟ ميتة الجاهلية الله أكبر. كيف لا تكون ولا تعرف حجة الله عليك؟ سلام الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الصادق. قال يا ابن رسول الله أليس حجة الله في هذا الزمان محمد بن حنفية وقد غاب عن الأبصار والآن في الغيبة ويظهر بعد سنين؟ قال عليه الصلاة والسلام يا سيد إسماعيل إيش فيك؟ لا يتذهبن بك المذاهب. أنا أعبر ليش على تعبيرنا قصوا عليك الناس. محمد بن حنفية وين توفي؟ دفنوه بالبقيع. قال يا ابن رسول الله يقولون هذا كلام الناس. أنا أستغرب إخواني، انظروا انظروا إلى التاريخ، وإذا المنحرفين انحرفوا على أي شيء، انحرفوا بأي دليل؟ الزهراء روحي إلى ألف دا، مو أنا، أنا منو؟ الزهراء روحي لها الفدا في خط في كلامها مع نساء المهاجرين والأنصار، قال بأي سناد استندوا وبعروة بأية عروة تمسكوا؟ ما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه والشدة وطأته في سبيل الله. أدري أدري شنو المشكلة، ما أدري إخواني، راجعوا إلى التاريخ، حققوا ايش سووا. قال يا ابن رسول الله فمحمد بن حنفية مات، نحن هكذا كنا نعتقد. قال لو سيد إسماعيل ليش كل كلام اللي يقولون تسمع تقبل؟ هذا قبر محمد بن حنفية. قال يا ابن رسول الله أريد الزيادة بعد، أعطيني بعد. قال لا تريد تشوف محمد بن حنفية؟ قال وين ابن رسول الله؟ قال قبره في البقيع. قال مات، شو يقول؟ شنو يجاوب؟ شنو يجاوب بالله عليك؟ عندنا حديث، عندنا حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لي لأحد الذين غصبوا حق علي عليه الصلاة والسلام، قال له أتحب أن ترى رسول الله، رسول الله يقول الحق مع علي؟ قال نعم. أخذه أمير المؤمنين، راجعوا له تفسير البرهان يروي غير يروي، أمير المؤمنين بعد رسول الله أخذه إلى المسجد بعد وفاة رسول الله، أخذه إلى المسجد وإذا برسول الله واقفا في محراب المسجد يصلي. دخلوا المسجد أمير المؤمنين وهو وذاك، دخلوا المسجد، رأى لما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له الله أكبر، قال له أما سمعتم، أما وعيتم، أما أليس كررت وقلت في الغدير غير الغدير، قلت علي علي وليكم وصيكم، وصي من بعدي، وصيكم من بعدي، وليكم من بعدي، الآية الشريفة، القرآن، غير ذلك. هو يقول جعل يرتعش، طلع من المسجد لكن في الطريق شاف واحد ثاني، ما صار ما صار. سيد إسماعيل الناس يقولون محمد بن حنفية في البقيع. قال يا ابن رسول الله أريد زيادة بعد، تعطيني دك. قام الإمام راح للبقيع، سأل الناس وين قبر محمد بن حنفية؟ قالوا هناك يا ابن رسول الله، ما تدرون. الإمام سأل حتى هذا يصدق أن الناس يقولون هناك قبر محمد بن حنفية، ترى دفنوه مات، شنو نمو غابه كذا وهالأمور. أي روحي لك الفدا يا صاحب العصر، من ذاك الوقت الأرضية مناسبة لغيبة صاحب الزمان. استوى رسول الله صلى الله عليه وآله
وعلي الامير المؤمنين والامام الحسن اللي من بعد سيد الشهداء الناس مهيئين لغيبه الامام اللي قبلوا غيبه محمد الحنفيه. وصل الامام سلام الله عليه الى القبر اللي الناس قالوا هنا محمد الحنفيه، دعا بدعاء الامام سلام الله عليه، اشار الى القبر: ولولاهم ما كان عيسى ابن مريم لعازر من طي اللحود له نشر. عيسى ابن مريم ابن العرندس رضوان الله عليه قبل 1000 سنة يقول إذا مو الإمام الصادق شلون عيسى ابن مريم كان يقدر يحيي الموتى. أشار إلى القبر: أحيى الله تبارك وتعالى محمد بن حنفية، أحيى الله. الإمام قال: سلسمعي هذا محمد بن حنفية، اسأله. قال: من حجة الله في هذا الزمان؟ أشار إلى المولى الإمام الصادق، قال: هذا نور الله في سمائه وأرضه وحجة الله تبارك وتعالى على خلقه. اي والله احنا شو يسوي مع استاذ اسماعيل؟ سوى رتب قصيده، بدايه القصيده: تجعفرت بسم الله، تجعفرت صرت جعفري، وكانوا يقولون جعفري، قال: تجعفرت بسم الله والله اكبر واعلم ان الله يعفو ويغفر. واحد يريد الحق، حق واضح مثل الشمس واضح. الله أكبر، بس مو كل واحد عنده توفيق. ذاك اللي الله أكبر سيد الشهداء يقول لك: كيف الموت عندك؟ أحب الله من أحبه حسين. كيف الموت عندك؟ يقول: في نصرتك إذا الحسين. يعني شنو الحسين؟ يعني سعادة الدنيا والآخرة. شنو أريد بعد؟ شنو أريد؟ روحي لك الفداء يا أبا عبد الله. قال له: كيف الموت عندك؟ قال: أحلى من العسل. هو أحلى من العسل، بس سيد الشهداء شوف العاطفة مع العلم، عاطفة مع العقيدة. هذا يقول أحلى من العسل، سيد الشهداء يبكي. ليش؟ لأن ما يتحمل. قال له: يا أبا عبد الله، يا عمة، قلت الأصحاب يقتلون غدا، أنا أخاف، أنا عمري 13 سنة، أنا صغير، أنا شباب، أخاف باكر ما يتخلوني أروح أقتل، أخاف أبقى من بعدك. يا أبا عبد الله ما أقدر، دهري يتمني والتزم عمي برباي، وما أعز منه روحي ومهجتي ودماي، ورملة بمصابي خلي واسوها، إذا المصيبة ما يخالف خليه واسوها. بس عمي شلون أنا أسمع عمي واقف بين القوم كل ساعة ينادي: ألا هل من ناصر ينصرنا؟ كل ساعة ينادي ماكو أحد ينصر الحسين. سامعين إخواني؟ ذاك اللي زوجته كانت تمنع من البراز إلى الميدان، مو عندنا ان القاسم رضوان سلام الله عليه يعني يروح له الفداء. عقد اللي عقده سيد الشهداء، رمى بيد زوجته، قالت ابنه عمه: قاسم الى اين؟ قال: لو ان عرسا اخر ناو الى القيامه. خلاص شوف الاعداء ينادون الحسين وحيد فريد بلا ناصر ولا معين. سامعين؟ ذاك الثاني اللي كان متزوج قريب، زواجهم قريب من 17 يوم قبل العاشر كان زواجهم. الله لما راد يروح الى الميدان زوجته منعته: لا تروح الى الميدان. راح امه قالت: روح وراح. لما راح بالميدان قطعوا يمينه، جعل يحارب بالشمال، وإذا خرجت الزوجة، زوجة اللي توا متزوجين، خرجت الزوجة إلى الميدان جعلت تنادي: يا وهب قاتل دون الطيبين أبناء رسول الله، ساعد الحسين ابن رسول الله. صاح قال لها: أنت كنت تمنعينني قبل قليل عن البراز والآن تشجعيني، ما الذي حدث؟ قالت: لا تلمني يا وهب. شنو صاير؟ لا تلمني يا وهب، الآن كنت في الخيمة سمعت صوت الحسين واضعا رأسه على عمود الخيمة ينادي بصوت ضعيف: أيوا غربتا
أيوا قلة ناصرة إن واعية الحسين كسر قلبي شلون قاسم ما يتحمل شلون يتحمل صوت الحسين جعل يجاء إلى أبي عبد الله قال له يا أبا عبد الله سيدي ائذن لي بالبراز أول شيء قال لا لا لا, لا أنت العلامة من أخي يا قاسم أنا ما طولني موجود أريد أشوفك حتى أتسلى من أشوفك أذكر أخي الحسن وجنات قاسم وجنات الحسن شكل قاسم يشبه الحسن شلون علي الأكبر لرسول الله القاسم الحسن سلام الله عليك يا أبا محمد يا غريب المدينة سيدي روحي لك ترى غريب ما من الحسن خلي الليلة هم تذكر غربة الحسن هالليلة مخليني شموع ترى حتى بالبقيع شموع ماكو هالليلة زوار ماكو هالليلة ما راح يروح لا قبل لا ضريب لا منورة لا قبة لا حرام لا زال الله أكبر قال يا أبا عبد الله سيدي أريد أروح قال لا 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 أنت العلامة من أخي أريد أشوفك أتسلى رجع قعد فكر إجا ببال أبوه الحسن آخر أيام من عمره قاسم عمره حلوالي 3 سنوات إجا ببال ربط له عوذة معجزة الإمام الحسن تنكرها ماكو مشكلة الله أكبر معجزة ربط له عوذة وقال له يا قاسم إذا كان هم صار هم الدنيا وغم الدنيا على قلبك فافتح العوذة واعمل بما فيها قال ليس هناك يوم أكثر هما وحزنا من هذا اليوم أرى عمي وحيدا بلا ناصر ولا معين الأصحاب مجزرين على الأرض علي الأكبر قطعوه بسيوفهم إربا إربا خل أفتح فتح العوذة وإذا في العوذة مكتوب ولدي قاسم إذا رأيت عمك الحسين في كربلاء بلا ناصر ولا معين فلا تقصر عن نصرته أخذ العودة فرح بذلك جاء إلى الحسين ينادي يا عمّا هذه وصية أبي الحسن نظر إمامنا الحسين إلى العودة جعل يبكي بكاء شديدا ثم قال ولدي قاسم أنا أيضا عندي وصية من أخي أخي الحسن وصاني بك وقال أحب أن يكون أن تعطي ابن من بناتك للقاسم وقاسم يكون متصلا بك نسيبك يكون القاسم الله تعالى معي أخذ بيده ذهب إلى الخيمة نادى وقال أين أم القاسم جاءت رملة قال لها سيد الشهداء هل للقاسم ثياب جدد قالوا لا قالت لا قال ثم نادى أختي زينب يا زينب ائتيني بالصندوق في خيمتي جاء والصندوق فتح الصندوق أخرج منه عمامة الحسن ملابس الحسن لبس القاسم ألبس القاسم ملابس الحسن ثم نادى أين أبو الفضل العباس أين عود أين جعفر جاءوا أولاد أمير المؤمنين كلهم محارم لابنة الحسين جلسوا في الخيمة وزينب أم القاسم الله أخذ بيد ابنته المسمات للقاسم منه مو مذكور الاسم في التاريخ أخذ بيد ابنته عقد للقاسم وضع يد ابنته في يد القاسم قام وخرج من الخيام وهو يبكي عباس يبكي
زينب تبكي، أم القاسم تبكي، بنات رسول الله يبكون، هاجركم الله. قاسم ينظر إلى ابنة عمي يبكي، ابنة عمي تنظر يبكي. يوم يوم البكاء مو يوم الفرح، بكوا بكاء شديدا، وإذا بالأعداء نادوا هل من مبارك. قام القاسم إلى الميدان، نظرت إليه ابنة عمه، إلى أين يا قاسم؟ إلى أين يا قاسم؟ تو عقد لنا سيد الشهداء، إلى أين يا قاسم؟ قال إن عرسنا أخرناه إلى القيامة. خرج من الخيام، استأذن الحسين، بكى سيد الشهداء حتى غشي عليهما، ثم توجه القاسم إلى الميدان، جعل ينادي يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأشير المرتاح، بين أناس لا سقوص صوب المزور. حارب محاربة الأبطال، على صغره قتل 35. أجركم الله، إذا انقطع شسع نعليه، إذا انقطع شسع نعليه، 13 سنة عمره انحنى ليصلح شسع نعليه. أجركم الله، رفع لعين سيفه، ضرب بالسيف على رأس القاسم. هكذا في المقاتل، بمجرد أن ضرب على رأسه سقط مولانا القاسم على الأرض. أيوة قاسم، أيوة حسنا، أيوة حسينا. والله صاحب الصوت لي يسرع يا عمي، يا عمي تراني تخذمت، تراني تخضبت من فيض دمي. يا عمي من الطبر خذموا جسمي. بعد اعتذر يا أيها الإمام المجتبى. يقول الشاعر: يا عمي خضبايا وخذمها بالطبر جسمي، ولا ظل عظم سالم ما تهشي. اي والله ولا ظل. أريد آه مع الإمام المجتبى، غريب وتساعد الغرباء، أجرك على الغريب. أي والله ولا ظل عظم سالم ما تهشم. مأجور مأجور. يا جاء إليه سيد الجهد، حارب معايا قاتله، الله أكبر، لكن بقي قاسم تحت حوافر الغيوم. جلس الحسين عنده، وضع رأسه في حجره، بجايا وناداه: يا جاسم اش بيدي؟ والله بجايا وناداه: يا جاسم اش بيدي؟ يا ريت السيف قبلك حد وريدي. اي والله بكى ونادى: يا جاسم اش بيدي؟ يا ريت السيف قبلك حد وريدي، هان لكم تخلوني وحيدي. الله أكبر. سيد الشهداء لازم يودي قاسم إلى الخيام.
بس المصيبة تدري شنو؟ أم القاسم شزوا وياها مكان يا سيد الشهداء، تحير شي يسوي مكان هنا مع القاسم، مكان الثاني مع الرضيع اللي الرباب كانت تنتظر. سيد الشهداء شال القاسم منحني الظهر وضع صدره وعلى صدره جابه ومدده بين الهواشم صار صف الأكبر نعش جاس. الله أكبر. لن رملا اجت بين الفوايا طيم، والله اجت بين الفواطين تحب وتشم على خدايا يا 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 قعدت رملة عند قلقاز. أم بعد الله أكبر أم تتحمل تقول لي يا ابني يا جاسم أنا ردتك لا رد الدنيا ولا مال ولا مال تحضرني لا وقع حملي أو لا مال. يا جاسم خابت ظنوني ولا مال وقت الضيج يا ابني قطعت بي اي والله وقت الضيج يا ابني قطعت بي يا خضب وما شاب وكان خضاب بدم من الأوداج للحناء. أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجان.